معانا المدير الفني كابتن سيد حنفي. كابتن سيد، في البدايه ببارك لك الف مبروك على المباراه النهارده بفوز بثلاث اهداف مقابل لا شيء النهارده من النادي الاهلي. يا كابتن سيد، الله يخليك كابتن خالد. طبعا تحياتي لكابتن خالد. طبعا ما فيش شك، طبعا انا بهدي الفوز ده لجمهور نادي الزمالك والمجلس اداره بقياده المستشار مرتضى منصور. كل الدعم للفريق 97 زي ما احنا شايفين النهارده. احنا هدفنا الاساسي ان في فرقه 97 احنا عارفين ان في 14 لعيب معار، وقوام الفريق لحد دلوقتي عندنا سبع لاعبين معانا موجودين. فطبعا الهدف الاساسي ازاي نطلع عناصر الفريق الاول، ده هدفنا الاساسي. الهدف الثاني ازاي نجهز العناصر اللي موجوده في الفريق الاول، زي ما شفنا الفتره اللي فاتت كان في مصطفى فتحي وايمن حفني، النهارده في عنتر ومدبولي. طبعا ده هدفنا وشغلنا الاساسي ان احنا ازاي نجهز للفريق الاول، دي الهدف. والهدف الثاني ازاي نطلع عناصر، وده الجهاز كله بقياده طبعا كابتن سامي الشيشيني موجود معانا. طبعا ما فيش شك دول يعني دول بيدوا الدعم وسبورت لينا على اساس ان احنا الفتره اللي جايه شغل الناشئين كله هدفه الاساسي ازاي يطلع عناصر الفريق الاول. كل الدعم من مستشار مرتضى منصور والاستاذ امير، طبعا زي ما انت شايف كده طلع مكافئات للاعبين. الهدف مش مكافاه، المكافاه ان احنا نسعد الجمهور ونسعد مجلس الاداره ونسعد نادي الزمالك، ده هدفنا الاساسي. طبعا الحافز اللي هو بيتقدم طبعا من سبورته لينا ودعم لينا من مستشار مرتضى وامير، ما فيش شك طبعا ده بيدي حافز للاعبين. وبنتمنى الفتره اللي جايه ان احنا نبقى عندنا عناصر اضافه، زي ما احنا شفنا النهارده في لاعب نزل الشوط الثاني يوسف علي برده من ضمن العناصر. في عندنا عناصر من ال 99 وال 2000، يعني معظم الفرقه ما هتلاقي في 99 يوسف محمود على يحيى مفتاح على حسين فيصل، في كم لعيب 99 وفي لعيب ولاعيبه 2000. فاعتقد دي برده دي من ضمن اهدافنا ان احنا يبقى الناس تبص على المجموعه دي على قد ما تقدر، زائد الاضافه الموجوده عندنا الشحات وكريم رأفت وميسي احمد عادل ميسي وخليل نيمار، الناس اللي كانت بره وكريم عمرو. لا يعني مش عايز انسى حد، ان معظم اللعيبه ما شاء الله عليهم لعيبه واعده، وان شاء الله نشوفهم الفتره الجايه في احسن الانديه، ويبقى خدمه لنادي الزمالك ان الفتره الجايه يبقوا اضافه لنادي الزمالك ان شاء الله. الف مبروك ومبارك للعيبه وللجهاز ولاداره النادي وكل الناس تعبت. بنشكر اللعيبه اللي نزلنا من الفريق الاول، اضافه قويه طبعا لينا، ويعني ده الطبيعي، ده وضع نادي الزمالك الطبيعي. يعني احنا حتى لو ضيعنا الفرص كمان، يعني الناس لو طبعا الماتش مش متذاع، لو جبنا كل الفرص اللي جبناها نكسب 7-8 النهارده. فيعني طبعا كابتن محمد، طبعا المباراه النهارده كانت ممكن تخلص بنتيجه اكثر من ثلاثه، وشفنا برده تالق من عمر صلاح النهارده في المباراه شال اكثر من هدف النهارده. طبعا يا كابتن محمد، اكيد كابتن محمد ابراهيم، كابتن مدبولي، كابتن عنتر، اكيد فرقوا النهارده من اللعيبه بشكل كبير وادوهم ثقه في الملعب. طبعا لما بينزل لك لعيب كبير بيفرق معاك طبعا خبره، وبيدي ثقه للعيبه، بيدي انطباع كويس للعيبه، بيدي حماسه للعيبه. ويعني كمان الميزه ان الثلاثه اللي نزلوا من يعني اللعيبه المحترمه جدا، وسطيهم طبعا محمد ابراهيم ابن النادي. يعني الناس اللي كانت موجوده في الماتش تعرف، يعني كانوا بيموتوا نفسهم لاخر ثانيه، بتزحلقوا من قلبهم، بيتكلموا اللعيبه من قلبهم. يمكن مدبولي جاب جون وعنتر جاب جون اللي عاملهم محمد ابراهيم. فده يعني ده عادة اللعيبة الكبيرة، وده من سمات اللعيبة الكبيرة ان هو لما بينزل بيبقى قدوة دايما ومثل اعلى للولاد الصغيرين. اتمنى ان هم يكملوا معانا كل الماتشات. كابتن محمد، اخيرا النهاردة اكيد مباراة كبيرة، عايز اعرف منك هيئتوا اللعيبة النهاردة ازاي، واكيد هيئتوهم نفسيا ومعنويا للمباراة النهاردة. بص احنا من يعني شغالين من اول امبارح، احنا لاعبين ماتش من 3 ايام، شغالين من اول امبارح على ان احنا يعني بنوصل للعيبه ان ده ماتش عادي جدا زي اي ماتش، ما ينفعش نبقى مشدودين. انا شخصيا قلت للعيبه وكابتن سيد حنفي ان احنا لو هاديين هنكسب، طول ما احنا اهدى في الملعب احنا اللي هنبقى متفوقين، لان احنا فنيا اعلى، احنا عارفين لعبتهم، فعارف احنا فنيا تشكيلنا احنا اقوى، فاحنا هيئنا اللعيبه نفسيا كده ان احنا نبقى هاديين خالص، ان احنا شلنا من عليهم الضغوطات زي ما بيقولوا كده، ان احنا يا جماعه ننزل نستمتع وننزل نلعب. واحنا يعني اثنينا على ان احنا ان شاء الله هنكسب، يعني اكدنا عليهم يا جماعه اعملوا اللي احنا بنقول عليه وهنكسب ان شاء الله، وده اللي حصل الحمد لله. النهارده طبعا انتوا جايين كان في ماتش قمه بين النادي الزمالك والنادي الاهلي تحت 20 سنه، والحمد لله ربنا وفق الفرقه النهارده وعملوا مباراه جميله اثبتوا ان هم فعلا
مشروع لعيبه ان شاء الله النادي يستفيد منهم في الفتره اللي جايه، وقدروا ان هم يكسبوا النهارده 3-0، واحرز الاهداف كريم رافض الباك اليمين، وعنتر احرز الجون الثالث، وميسي احرز الجون الثاني، وضيعوا اكثر من هدف. واحنا طبعا بنشكر اداره النادي ورئيس المستشار مرتضى موفر كل حاجه، والاستاذ امير مرتضى اللي على طول بيساند الفرقه، والكابتن اسماعيل يوسف. وطبعا النهارده كان الاستاذ امير بعد الماتش على طول قدر ان هو جاب اللعيبه وعمل لهم مكافآت يعني مناسبه ليهم في الماتش ده، وهم اساسا يعني طبعا بيطلع لهم مكافآت مناسبه في الماتشات اللي هم ممكن يكسبوها. لكن برضه احب الفت النظر ان هم اللعيبه كويسه، اللي كان اللي النهارده السنه دي اللي كان بيأثر عليهم ان في اكثر من 13 لعيبه طالعين معارين في انديه مختلفه على راسهم عبد الرزاق سيسي ومصطفى محمد وفتوح وغيرهم يعني. فطبعا ده بيأثر، لان كنا بنعتمد على ال 2099، النهارده بس الفريق اكتمل مع اضافه ثلاث لعيبه من الفريق الاول، فطبعا دوت اللي عمل الفرق اللي احنا بنقصده. وبنقول للعيبه طبعا ايه يعني، طبعا هم كانوا في ظروف صعبه، وكان بالتملي كان بيعمل لهم الحلول الكابتن سامي الشيشيني اللي هو رئيس قطاع الناشئين. تملي كان بيجيب لعيبه من ال 2000 ومن ال 99، وساعات بيجيب من ال 2000 حتى واحد يلعبوا معاهم على اساس ان ما فيش عدد. فبرضه هو ايه بالمجهود الكبير اللي قدر يعني، كسبوا بعض الماتشات، لكن يهمنا طبعا الماتش اللي هو بيبقى مقياس لمستوى اللعيبه كان هو النهارده. فبنشكرهم وان شاء الله يبقى الفتره اللي جايه يبقوا في مراكز افضل.